ازيكم يا شباب؟ انا حابب اعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي الدكتور جوزيف عادل، خريج كلية صيدلة جامعة القاهرة سنة 2014. Welcome to دكتور جوزيف عادل بيج and يوتيوب channel. هدف القناة يا شباب عشان نكون عارفين من الاول ان احنا مهتمين جدا بفكرة التعليم وخاصة بمادة الساينس في مرحلة اعدادي كلها، والكيمستري والبيولوجي لمراحل ثانوي. انا بقابل شباب كتير جدا ممكن لما بتكلم معاهم بيقولوا لي ان الساينس او الكيمستري عباره عن حاجه حفظ وخلاص، نكتبها في الامتحان وننساها. بس انا حابب اقول لكم ان انتوا فايتكم حاجات كتيره جدا، لان الساينس والكيمستري لما بيتفهموا الاول بعد كده بيتحفظ، الموضوع بيبقى جميل وسهل، وكمان بيساعدك على المذاكره والتطلع اكتر واكتر. ان شاء الله ده هيكون دوري معاكم، ان انا اوضح لكم وافهمكم كل ما هو جديد اللي بيخص المنهج. ولو انت مهتم بالموضوع ده عايزك بس تعمل لايك على البيج بتاعت الفيسبوك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب علشان بس يوصل لك كل جديد هننزله تقدر تتابعه معانا. مستنيينكم.